انطلق المهرجان الصيفي لدار الأوبرا من مسرح سيد درويش بمحافظة الأسكندرية ويستمر حتى يوم السبت القادم، وتضم الحفلات أشكالاً فنية متنوعة تعمل على جذب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من أبناء وضيوف مدينة الثغر، وتقام على مدار 4 ليالي يحييها نجوم الأوبرا. بدار أوبرا الإسكندرية وعلى مسرح سيد درويش انطلقت فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء للموسم الحالي، والتي تستمر حتى 22 من شهر يوليو الجاري. المهرجان يسعى إلى مواصلة دوره في تحقيق التفاعل الثقافي والفني، مع فتح الباب أمام الشباب لعرض العديد من أعمالهم الفنية التي تساهم في تقديم وجبة فنية للمواطنين. مسرح سيد درويش الإسكندرية ده مسرح عريق وليه تاريخ طويل ومرتبط باسم مهم جداً في تاريخ الفن والموسيقى، ودار الأوبرا اعتادت دايما كل سنة انها تعمل مجموعة من الحفلات الصيفية في مدينة اسكندرية. الحفلات دي هتبدأ النهاردة ان شاء الله وهتقعد على مدار 4 ايام، وان شاء الله هتتوالى بعد كده على مدار الصيف حفلات مستمرة في المسرح هنا لفرق موسيقية مختلفة. دايما بنحاول نقدم حاجات مختلفة وجديدة، يعني فريق بريس ساوند اللي بيلعب هنا في المنطقة في الأوت دور هنا قبل الحفلة أول مرة نجيبه، بس الحقيقة شفنا تفاعل جميل من الجمهور مع المجموعة، يعني فلا يعني كل ما بنقدم لهم حاجة قيمة وليها يعني حاجة فنية على درجة عالية، الحقيقة جمهور اسكندرية ذواق يعني، واحنا بنحب ان احنا نلتقي معاه كل صيف. المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء لدار الأوبرا للموسم الحالي يأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تسعى لترسيخ الهوية المصرية من حيث نشر الفنون الرفيعة، كما يهدف المهرجان إلى تنمية الوعي والارتقاء بالوجدان الثقافي والذوق الفني الرفيع لدى كافة شرائح المجتمع وبخاصة الشباب والنشأ، وذلك بانتقاء المواد الإبداعية الجادة التي تحمل رسائل إيجابية مما يساهم في إعلاء الذائقة الفنية والثقافية لديهم.